شوف انا ما راح اتكلم، انا اخذت الثياب الحين خلاص، والله يشهد علي انه ما هو اعلام ولا حاجه، لكن شوفوا باكم تشوفون بالله. طبعا هذه غرفه القياس، شوفوا بالله اول ما شافوا ابو خالد ثوبي شو صار، والله العظيم ما قلت له حاجه، ما شاء الله بالله عجبك الثوب صدق، والله العظيم انت تفهم بالثياب ترى، والله شوف اللي عجبني فيه ايوه تطريز خفيف مو كبير، اي هذا اختياره يعني هذا ذوقي، لا حلو يستاهل، والله ثوب كله صور له ثوب اللي قبله لا تكفى. تدري الثوب اللي قبله كان مفروض انه يصير اعلان، بس يوم شفت الشغل ما اعلنت، تدري ولا ما تدري كواليتي، اي ما اعلنت ما اعلنت، لا لا ما ابغى اقول شيء عن الرجال بس ما ماني معلن عنه، لكن صراحه الثوب هذا او الشركه هذه او المحل هذا صراحه سكبه، والله انا والله اعتمدته ترى، واتكلم معكم صادق. شوف طبعا اللي فصل انا ومحمد بس، الحين ابو خالد خلاص، ابو خالد خذتها الغيره تقولون شوي ها، اي انا رايح جاب تصرون لا ليه. الله يعطيهم العافيه ما قصر. هذا هو الثوب يا جماعه الخير اللي محمد اخذه، والله جميل قايس او الحمد لله مضبوط، جميل يستاهل والله يستاهل الامانه، ابغى الامانه لا خياطه ثم مره جميل. انا طبعا اخذت سميرميس الكريمي، واخذ السميرميس الابيض، بالله وريني خليني اشوفه، افتح افتح سمير ميس الابيض، شوف الفرق، شوف الفرق، انا سكري هو ابيض، بس ما ادري مو واضح عندكم شوي، السكري صراحه اشوفه احلى، معليش مع احترامي الشديد لمحمد الابيض. شلون كل شيء ياخذ؟ يقول يسوي كذا حط كل الثياب كذا يا ابو خالد، لا والله في خياطين يا رجال هنا وهنا 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 وهنا، الحين وش خذ منك؟ حتى حط لي خشبه هنا، شو 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 ترى ياخذون تفاصيل مره كثير، شوف الميلان الدنيا، فشوفوا كيف السقفه جايه، تشوفون كيف كل التفاصيل واضحه، بس والله الله يعطيهم العافيه صراحه شيء شيء جبار. تدري اني من زمان ادور على محلات زي كذا يفصلون صح، والله مبدع قسما بالله تعب، ايش اقول له؟ اقول انت مهندس، والله مهندس ترى صدق، ترى مهندس شوف 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 يقول ما همني ثوبك اللي لابسه انت، ما علي منك انا اخذ، تدري اني مفصل على بدله؟ والله انه سكب الثوب علي زي كذا، شوف تراني مفصل على بدله يا جماعه الخير مو على ثوب، رقبه طويل رقبه قصير حبيبي، شوف طلع فيني طلع فيني ركب زيي، بعطيك معلومه عنهم، شفتين القطع هذه مو صح، بعض الاحيان تميل تصير زي كذا يصير شكلها قبيح، صح ولا غلطان؟ هم عندهم تدري وش؟ عندهم قطعه بلاستيك هنا، غسيل ما غسيل رحت ما رحت قطعه البلاستيك هي اللي تخليها سيده خلاص، ايش تبي احلى من كذا؟ والله ابدع والله، شوف بس انا تخلفت انا وياه اقول له طويل، لا لا خذ زي خذ زي خذ زي لا زال عليك خذ زي، لا لا خلاص خذ زي خذ زي سوي سمسم انا ها كله كله وش كله كله، لا ما اخذ قماشي سمسم بلاستيك، اي بلاستيك ما تبي قماشي؟ ها قماشي انا والله قماشي زين، شوفها ثقيل انت تبي خفيف؟ ايه ايش وضعك يا ولد الرياض انت؟ امشي 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 امشي. الشيء اللي خلاني والله مره احبهم وشو؟ انه في قطعه بلاستيك هنا، تشوفون قطعه بلاستيك مع النور، هذه القطعه السوداء تشوفونها داخل، هذه اللي تمنع يعطون الاعمار انها تنعكف زي كذا، تمنع يصير صعب مره اصلا ما يمديك، شوف تشوفون كيف؟ مره حلوه، فهذا الشيء اللي يخلي الثياب سكبه ترى مره، مع الغسيل بدون غسيل تنعكف مع الحراره ايا كان، الحمد لله رب العالمين مع التفصيل هذا، شوف شلون الاحترافيه، شيء والله احترافي، شوف ايش تبي احلى من كذا؟ عيونك هي ميزانك، لا تسمع ولا كلمة أنا أقولها، لكن شوف سكبة الثوب وشوف ما شاء الله تبارك الله قطعة البلاستيك هنا إيش تسوي، تسوي عمايل مرة، أبوريكم الفرق ما بين إذا كان في قطعة بلاستيك وإذا ما كان في قطعة بلاستيك، شوفوا هذه ما في قطعة بلاستيك ولا حاجة، من خياط غير معروف بالضبط، فيجيك زي كذا بالطريقة دي، تغسل يطلع لك زي كذا نفس الكلام، هذا أكثر شيء يغبني صراحة في الثوب، أقط الثوب على طول إذا صار في كذا، فالحمد لله لقينا خياط يحل المشكلة الحمد لله، والله صدق. طبعا ابو خالد مسوي نفسه انه من عيال الرياض، ما من عيال الرياض يا اخي، فيني حسية افهم يا اخوي، ما ادري ثقيل ايش فيك انت، حار يا زين والله يا خفيف يا اخوي، حار موت ما في حسية ايش فيك، بس والله حلو رب بس ناعم ناعم كل ثيابي كذا تشوف انت ابو خالد، هذا قطني ذا كله سلك، تبي سلك انت؟ اي خبخب والله هذا الصح، والله تبي الصراحه صح، قريب قريب والله، انت تقلدني؟ لا والله والله تقلدني نفسه، اجل اخذ لي كذا والله ما ازرق والله حلو تصدق سلك، والله حلو يمكن ما يضبط عليك اول مره، لا حلو حلو حلو
الخبر حي الفيصلية. أحلى ما قلت لكم زي ما قلت لكم المحل يتميز بالقطعة البلاستيك اللي موجودة هنا حيث أن هذا ما ينعكف فوق هذا كله سكبة الثوب. ما احتاج الثوب من الآخر والله. أنت شفت الثوب اللي علي؟ ما احتاج فصلت. أنت فصلت؟ أنا ترى سبقتك ورحت فصلت خمس. ما شاء الله. والله فصلت خمس قبل شوي. لا والله. فسكبة. والله. والله يسك والله يعطيهم العافية ما قصروا ثياب العيد اليوم. خلصناها يلا تعشينا يلا بسم الله. هني متحمس اول مره سافر بالمبروك هذه ما شاء الله تبارك الله. انا على دبي الشيخ ما خويتني ما شاء الله ظروف ما عليه. اهم شيء استنست تدري نمشي غير الدمام. وين تبي؟ هو انت حاول قطر تحاول تحاول كويت. كويت قريبه عاد هالكويت والله من زمان عنهم صدق والله ان في اخوياي مليانين يقولون تعال يا محمد تعال شرب الجداول تبيها بحريه بريه فله بريه حر بريه ما اقدر اتحمل البريه. لا هم اهل الجتات بنفلها ان شاء الله اذا رحنا. شوفوا روحتي باذن الله ما هي على عبث بظبطكم تظبيط بس خليكم معي بالسنابات باذن الله تستمتعون. هم بمر خوينا مشتاق له من زمان عنا حرفيا يعني من زمان ما سافرت معه بإذن الله. الآن بمره وبنتجه على الخبر على طول بنخلص لكم بإذن الله بعدها نتقهوى ونتعشى ونعود. يا مرحبا يا دهر قلبي رجع. طبعا أنا بسوق الجيب وأبو خالد راح مع عبد اللطيف بيكون ناصر معي اثنين واثنين بالسيارة. الله يوصلنا بالسلامة تونا ماسك الخط. الحمد لله وصلنا بالسلامة والله ما شاء الله ولا غلطة بالخط الله يبارك له. الله لكم بإذن الله بعدها نتقهوى ونتعشى ونعود. يا مرحبا يا دهر قلبي رجع. طبعا انا بسوق الجيب وابو خالد راح مع عبد اللطيف بيكون ناصر معي اثنين واثنين بالسياره. الله يوصلنا بالسلامه وانا ماسك الخط. الحمد لله وصلنا بالسلامه والله ما شاء الله ولا غلطه بالخط الله يبارك له. الله لكم باذن الله بعد نتقهوى ونتعشى ونعود. يا مرحبا يا دهر قلبي رجع. طبعا انا بسوق الجيب وابو خالد راح مع عبد اللطيف بيكون ناصر معي اثنين واثنين بالسيارة. الله يوصلنا بالسلامة تونا ماسك الخط. الحمد لله وصلنا بالسلامة والله ما شاء الله ولا غلطة بالخط الله يبارك له. الله لكم بإذن الله بعد نتقهوى ونتعشى ونعود. يا مرحبا يا دهر قلبي رجع. طبعا أنا بسوق الجيب وأبو خالد راح مع عبد اللطيف بيكون ناصر معي اثنين واثنين بالسيارة. الله يوصلنا بالسلامة تونا ماسك الخط. الحمد لله وصلنا بالسلامة والله ما شاء الله ولا غلطة بالخط الله يبارك له.